استنى دقى مهما قلت له اتحكى. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها في أول لقاء وتكشف سبب اختفائها. كأني سمكة رجعت للبحر. شيرين عبد الوهاب في أول ظهور إعلامي منذ اختفائها تحدثت عن ظروفها الصعبة ووعدت بمفاجأة للجمهور. سنة أنتم طيبين وإن شاء الله عيد سعيد علينا جميعا. مبسوطة جدا إن أنا في. تحدثت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب لأول مرة عن سبب غيابها عن جمهورها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي مرت بها. وقالت شيرين في تصريح لإي تي بالعربي أن غيابها كان جزء من فترة نقاها بعد ظروف نفسية صعبة مرت بها، مؤكدة أن هناك أسباب إدارية منعتها من الولوج إلى صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستخدامها. وأردفت الفنانة المصرية أنها عانت من ظروف نفسية كانت أكبر منها. وأضافت شيرين: أنا رجعت لحياتي كأني سمكة رجعت للبحر، ومريت بظروف نفسية أكبر مني، كانت سبب غيابي والاختفاء كان جزء من نقاها بقالي سنين محتاجاها، وما زلت تعبانة نفسياً وبتعافى. أنا مبسوطة ورجعت لحياتي، رجعت للبحر، السمكة رجعت للبحر. السمكة رجعت كما عبرت عن سعادتها لتواجدها في مدينة دبي التي ستحيي فيها حفلاً غنائياً يوم الجمعة في 28 نيسان، موجهة التهنئة للجمهور بمناسبة عيد الفطر. وقالت شيرين أنها تحضر أيضاً لمفاجأة جديدة لجمهورها في الأيام القليلة المقبلة، وأردفت: الناس كلهم كانوا خايفين علي وعايزيني أرجع، وأنا ربنا كرمني بحب الجمهور والفنانين، وبحس إن كل البنات بناتي وإني بنتهم، وربنا ما يحرم أي شخص من ضحكته. انت عارفه احنا مستنيينك بقالنا قد ايه؟ انا اللي مستنياك. بنحبك قوي. تقولي للناس ايه بقى؟ بحبكم وانتوا كل حاجه ليا في الدنيا، ربنا يخليكوا ليا يا اجمل حاجه في حياتي. اغني لهم. انا بصي بقى في اغنيه بحبها ايه؟ تمام. انا اللي جاي اقول لك ارجع اسمع علشان انا صغر. وكان اكد مدير اعمال الفنانه المصريه شيرين عبد الوهاب أنه سيكشف عن السبب الحقيقي وراء اختفاء شيرين عن مواقع التواصل الاجتماعي منذ أواخر كانون الأول من العام الماضي. وكتب إيهاب صالح في تغريدة على حسابه عبر تويتر: جمهور شيرين العظيم، ناس كتير جداً بتسألني وبتبعت عليا بالخاص بخصوص حسابات شيرين على السوشيال ميديا، كل صفحات شيرين مش معاها ولا معايا من أول السنة. في خلال اليومين الجايين سيتم إصدار بيان لتوضيح الأسباب وراء ده. لو كان في إيدي كنت نزلت كل حاجة على صفحتها. شكراً لدعمكم الدائم. وتفاعل الجمهور مع منشور إيهاب صالح متسائلين عن السبب وراء عدم امتلاك شيرين لصفحاتها، مشيرين إلى حبهم الكبير للفنانة وشوقهم لها.